زين وانت ما في داعي لتضلين. المهم يلا تضلي بخير، انا رايحه على المشلح. لا يا بدي العب رياضه. شو يعني اذا ما بدك تكملي لعب روحي، انا رح ضلني عم استنى. شو معنات ما بدي اشتغل معك؟ بس انا مرتاح مع جماعتي. بالله شو يا ترى امير كيف قطع لك قلبك؟ ما تدخليني بهالشغله فريحه. لا إلكر، هي عن جد رايحه. ما عم افهم لوين راحت. بس لو اعرف الصبح يا تلفنت لها موبايلها كان مقفول. امتو رحت على بيتها وحكيت مع الخادمه، قالت لي اخذت شنطتها وراحت. كانت لحالها؟ ايه تماما كانت لحالها. لك بنتي سألي امها. تلفنت لها بس ما ردت. شو الاخبار؟ منيحة. شفت شي حدا؟ فيكي شي؟ ديري بالك ماشي؟ شفتي؟ كمشني؟ جانسو ماني مصدقة انت فيكي شي؟ اعترفي وقعتي قصدا مو هيك؟ عم صدق اللي صار؟ شو اخبارك يا ازميريه؟ في شغلات ما بتتغير بالمره ما هيك؟ ايه وانت كمان ما عندك اي تغيير؟ لساتك متجوزه؟ شو فيني احكي؟ بحب اني اكون متجوزه. ايه لكن شو عم تشتغل على اليخت؟ قديش لسه رح تضل هون؟ يمكن ابقى هون قد ما بقدر، وبعدين ممكن بعدين منشوف الريح لوين بدها تاخذنا. يلا تعال نروح على بيتي. استأجرت بيت؟ يعني انت بقيان هون؟ بس انا ما عندي وقت زيادة، بس حبيت اعرف انت عن جد لساتك مثل ما انت ولا تغيرت؟ سينا انتي هلأ واقفة قدام بيتي أساسا. شو؟
صباح الخير زهرة. صباح النور. صحاب هنا يا خانو. شكرا كتير. هاندا ما فائت لسه؟ روحي فيقيها، اشتقت لبنتي. هاندا خانو مو بالبيت. فارم عليها، معناها طلعتوا من الصبح بكير. هاندا خانو بالاساس مو هون. هداك اليوم اخذت شنتايتها وراحت. لوين راحت؟ راحت بدون تخبرني؟ جيبي لي موبايلي فورا، بدي تلفن لهاندا. هاندا خانم ما اخذت موبايلها معي يا خانم، بس هي رح بتلفن لي. ليش راحت بدون ما تاخذ موبايلها؟ لوين راحت؟ هاي خالي جنان. خير ان شاء الله. اهلين خالي جنان. الو امير، كيفك؟ منيح يا روحي. هاندا معك؟ لا انا بالجامعه وهي مو هون. طيب بتعرف لوين راحت وشو عملت؟ ما بعرف. ليش رايحه لشي محل؟ اخذت شنتايتها ورايحه، حتى مو أخذ موبايلها معه، هي المشكلة. أمير شو عم بيصير؟ إذا بتعرف شي بترجاك احكي لي. هاندا على الحمام ما بتروح بدون ما تاخذ موبايلها. لا خالة شنان أنا ما بعرف شي بنوم. ماشي، لكن رح تلفن لكوراي. كوراي جنبي أساسا، هو ما بيعرف شي. شو عم يصير؟ طيب خالة شنان أنت ما تشغلي بالك، هي أكيد رح ترجع. ماشي مع السلامة. أمير شو صاير؟ هاندا إيه؟ تركت البيت. جنان خانم بدها حبة مسكن. بلش راسها يوجعها؟ إيه. هالبنت صار ليومين مختفية والخانم اليوم لحتى انتبهت. شلون هيك فيها تنام يا؟ البنت صار لها يومين مو بالبيت وهي مو منتبهه، وهلا عم بتلفن لاصحابها واصدقائها. طيب اسالي ليش هي ما كانت بالبيت هاليومين؟ اساسا هدول مو معروف مين بيجي لعندهم ومين بيروح. الله يحمي هالبنت يا ضياء. وطبعا بهيك مواقف هي ما لها اهل، كانه يعني اي واحد لازم يحب اولاده ولازم يشد ويرخي معهم. زهرة خانو ها؟ يلا اي ماشي. نيلاي لوين راحت؟ ما خبرتيني. ليش؟ ما خبرتكم؟ اسفة لكان، تلفنت لأمير سكر بوشي التليفون، سألتك وقلت لي شو بيعرفني؟ ديناتكم ما كنتوا سألين أبدا. هالبنت لوين بتروح بدون ما تاخذ موبايلها؟ والله رح شنيها. أكيد في شي مضايقة بالأيام الأخيرة، أساساً كانت تعبانة. صار لي يومين. كانت كتير تأثرت لو عرفت أنه رح تاكلوا همها. أمير أنت شو قلت له وشو عملت بالشاب لتكون هددته؟ لأنه من الخوف ما عاد يقدر يحكي معي. شو بدك فريحة؟ شو بدي؟
انت ما بدك تشتغلي معي؟ خلص لا تشتغلي. شو معنات لا تشتغلي؟ بدك يعني اخذ صفر بالمشروع؟ يعني شو عم تحكي انت؟ شو هي يعني؟ بتقول يعني بدون ما تطلع بوشي. شو صار؟ ما عجبك احكي بدون ما اطلع بوشي؟ انا تعودت وانت كمان بتتعودي. هلا اذا بدك تشتغلي معي انا رح كون بالقسم بعد نص سنة، واذا ما بدك اشتغلي لحالك. البيت العائم. لك انا عايش على اليخت اللي انت صممته، وقدايم فكرتك واحد مسكين بتشتغل على اليخت. والله المحرك كان فيه شوية مشاكل وأنا كنت عم بشتغل فيه. قداي مرت وقالت لي شو عم تعمل وأنا جاوبتها وهذا كل شيء. لافانت اللي ما بتغير بنوب ما بياكل هم الناس بشو عم يفكروا. النظرات المشهورة. لا تزيدي يا سينا، مو من جديد بتعرفيني. صحيح، لما كنت بالعشرين كنت تطلع هيك تطليعاتك قوية. وانتي هيك كنتي تهربي بنظراتك مثل كل النسوان كمان. ها استنى لحظة، انت شو كنت تقول؟ انه بس التقي بوحدة ما بتهرب بعيونها من نظراتي رح بتكون سيدة حياتي. ماشي، أنا كنت متضايقة منها لأنها ما أخذت معها موبايلها. إذا بتتصل فيكي فورا خبريني. ماشي، مع السلامة. جانان خانم، أنا خلصت الشغل. خدي زهرة. شكرا. بهالمناسبة بعد أسبوع رح تبلش وحدة تساعدك، يعني حضري حالك على هالأساس ورح نستمر هيك شي كم أسبوع لحتى تتعلم. اتفقنا؟ تمام. بخاطرك. لك ولي على البطر، هاد يلي كان ناقصنا. صار في خط كمان اخي رضا. الف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا شغل كتير بس قولتك رح نقدر نقوم بهالشغل كله لك اخي. ولا يهمك يا اخي، في سهل قد ما فينا. وبنهايه الاسبوع بيجي محمد وسهران وبايد وحده بيشتغلوا ومنكون خلصنا كل شيء. ايه يلا لك اخي، امسك معي من هالطرف. يلا نشوف. نسيت قديش صعبة اني اقعد مقابلك من جديد. عن جد انت واحد بتوتر الاعصاب. وانا اشتقت لك يا زميلي. انا صار لازم روح. بس هيك بيروح عليك غروب الشمس. انا ست متجوزة وعندي بنتين، ما بتحب تعرف شو ضيعت بحياتها ابدا. بنتين؟ زوجي عنده بنت من زواجه الأول. يعني لقاء جمع شخصين كرروا غلطتهم تاني مرة كمان. عدو الزواج. الشاب بيعرف شو بده. الرجال اللي بيعرف شو يلي ما بده يعني. منيح كتير اني شفتك. لكن سينا ما ضيعي لحظة غروب الشمس. ما بعرف إذا فيني إجي مرة تانية، يعني البيت والولاد. غروب الشمس يا سينا، غروب الشمس.
هاي اجيت. يلا نبلش. طيب شو رأيك بتشغيل مركز تسلية؟ أنا فكرت بشغلات تانية، مركز صحي مثلا. مزعج كثير. ومركز التسلية مزعج بالنسبة إلي، هذا أول شيء ممكن يجي بباله الواحد. كمان أنت عندك نادي، لا تفكر بهالشي. طيب منفكر لك. لازم يكون مشروع ما حدا بيفكر فيه. سينما، مطعم، الكل ممكن يفكر بهيك شيء. اخي رضا، هالشغل ما بيزبط الا اذا وحده مدت ايدها عليه، وبصراحه رح اقول لك انا مرتي ما ممكن تشتغل هيك شغله. عم اقول لو ندبرنا شي وحده للتنظيف يا فيصل. اجت مرت اخي. تفضلي مرت اخي، تفضلي. يا اهلا وسهلا، والله شرفتينا، تفضلي. الف مبروك. شكرا. الله يرضى عليكي، آية الرزق علينا كلنا ان شاء الله. معناته هون يا رضا. والله أول ما أخذناه يا مرت أخي كان ما بيشبه شيء إلا الخرابة، بعدين كلنا سوا وبإيد وحدة رتبناه. بإيد وحدة؟ صاير حلو محلكم يا رضا أفندي، مو هيك؟ طبعاً لسه في عنا شوية شغل وهيك، وبعد ما منرتب هالمكتب شغلة يومين ونبلش شغل إن شاء الله. لا تكتر حكي فيسال، روح وجيب مي. يلا. طبعاً مرت أخي طبعاً. بدنا نشغل مركز لتطوير الإدارة. لا تقولي شي متميز وتقولي تطوير. أمي على الفيس عم تشتغل هالشغلة فريحة. طيب معك حق. إلي كان أنت احكي. مسلي وبسيط. تسلية بسيطة. ليك انت عم تلف وتدور بنفس المكان. ايه طبعا بالنسبة لك سهلة انك تفكر وتشغل هيك محلات، بس انا ما بدي هيك شيء. اذا بدك منحكي بهالشي، بس كل واحد مشروعه لحاله. تسلية بسيطة فريحة، مدينة العاب. مدينة العاب؟ ايه صحي، روعة. دقيقة خلينا نفكر، فينا نعمل أنا وياك مدينة ألعاب بسيطة، يعني في دوخات ومراجيح وهيك ألعاب وشغلات تكنولوجية كمان. هدول بطرف بيكونوا وبالطرف الثاني الألعاب. ايه تمام لك. يعني نحكي بس نفكر، نلتقي. بخاطرك. الله معك. لك زهرة تعي عندي بقى، أساساً أنت تعبتي. لكان هون يا رضا. إيه والله هون يا سارة. هذا هو المحل اللي بده يجلس ظهرنا يا سارة. يسلم ودياتك يا مرت أخي، مثل الوردة صار في المحل. بيسأل أفندي، الله ييسر لكم شغلكم
بالقناعة وبالأصول وتعرفوا الحق والمستحق. إن شاء الله مرت أخي، خلينا نوصيلك على كاسة شاي. لا 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 لا، ما بدي، أنا رايحة بالبناية، ما في حدا، رح أروح فورا. يسلم. الله يرضى عليكي، وأنا رح أرجع بعد شي نص ساعة. إيه ماشي ماشي يا رضا، يلا لنشوف، إن شاء الله يكون آية الرزق والتوفيق. الله معك، مع السلامة. الله يرضى عليها، والله مرت أخي تعبت كتير اليوم يا أخي رضا. فريحة، بكرة عندك شي محاضرة فراغ؟ عندي الظهريات. منيح لكان، بكرة باخدك مشان نشتغل بالمشروع، منروح ومنرجع. ما فهمت لوين؟ ما علموكم شي اسمه دراسة وتحليل هدف عمليا؟ المفاصلة بتتعلميها بالسوق. ايه تمام، نلتقي. نحن عم نشتغل على مشروع سوا. مشروع شو؟ عنا مشروع متعلق بالدراسة. وظيفة يعني؟ عم تعملوا وظيفة مع بعض؟ نركب وبعدين منحكي. هالشغلة ضايقتني وزعجتني فريحة. أي شغلة؟ شغلة الوظيفة، إنك تلتقي مع هالشاب، هدول ما بيناسبوني. ما فهمت شو حابب تحكي أنت؟ أنت هلأ وحدة مخطوبة يا فريحة، بدي إياك تنتبهي لتصرفاتك مع رفقاتك كتير منيح. يعني شو بدك يعني اعمل وشو عم تنتظر مني؟ اللي بدي اياه منك انه تتصرفي مثل تصرف صبيه مخطوبه يا فريحه، وما عاد تلتقي مع هداك الشاب. شو هالحكي هذا يا؟ كيف تتدخل بحياتي الدراسيه وباي حق؟ اللي بالجامعه هنن دائما. ما ببال ابدا، رايحه لحالي على بيتي. يعطيك العافية يا عم رضا. شكرا يا بنتي. ايه سمعنا وزعلنا كثير لأنك وقعتي بمشكلة، قسوا عليك كثير مو هيك؟ صحيح، تعاقبت من ناس ما بقلبهم رحمة أبدا، بس لأني أنا بحترم حياة الحيوانات. يا بنتي إذا الناس سيربطونهم ما عم تشبع، وين رح يصيروا الحيوانات؟ لازم يصير في انتخابات. شو الحيوانات والبشر ما فيهم يتعايشوا؟ بعدين لا تحكي لي هالحكي يا عم رضا. انت بتعرفي يا بنتي، انت بتعرفي. فريحة افتحي الباب. لارا؟ عمر هون؟ هون؟ عمر؟ عمر؟ طلع ابني، شو أزيت ومين لحتى دقوا بابنا؟ شو عم يصير يا؟ طلع شوفها. أهلا فيكي. لنشوف إذا رح تعجبك يا عمر بيك.
هي مقلمة حلوة كتير. شنطايت أخوك بدها هيك مقلمة حلوة مو هيك حبيبي؟ إلا شكرا كتير. يلا شكرا كتير إليك. ولو تكرم. كوراي فيك شي؟ أمير ما في أمل وما في بسط. مصروف وما ضل معي وهاندا مختفية بالمرة. اهدى شوي. على شو بدي اهدى يا أخي؟ ما عم بهدى. احكي بصراحة، عن جد احكي بصراحة. لا تقول اني انا مالي مهتم ابدا. ما تقول ولا على بالي. انت بتعرف انه مو ولا على بالي كوراي ابدا. نحن عن مين عم نحكي امير؟ عن مين عم نحكي؟ ها؟ هاندا. عم نحكي عن هاندا اللي ربينا نحن وياها. نحن ربينا سوا وكلياتنا ضحكنا سوا وبكينا سوا. هاندا أمير اللي عشنا نحن وياها. عم نحكي عن هاندا اللي عشنا معها. أمير ما في حدا قبل فريحة مو هيك؟ احكي. ما في حدا قبل فريحة؟ ما في حدا قبل فريحة. كوراي ما في. كوراي ما في. كوراي ما في. وقت ما بتكون هاندا ما بيكون كوراي. وقت ما بتكون هاندا هيك كوراي. كوراي هيك بيكون. وخلصنا. لو كانت الليالي طويلة متل ما بفكر فيكي كانت الدنيا بتتشوق للشمس. عم قلك اللي صار متل الفيلم. مسكني بإيده وطلع بعيوني. لهلا ما عم صدق اللي صار. اليوم كنت بحضن امير صراف اوغلو. معناها هيك ما عاد تطلعي من النادي الرياضي. مو معقول قديشو جذاب نظراته. بعد ما حفظت له شكله بكل الصور يلي بالمجلات. بس لما شفته كتير كان غير. جانسو بعرف انك كتير منفعله بس بكره من الصبح عندك دراسه. اذا بدك روحي واهتمي بدروسك شوي. أنا عشقانة جانسو. أوف خلص بعرف أنت هلأ عم تفكري وما عم تزبط معك. بس أنا زابطة معي ومصدقتها. مفكرة عم بحكي لك شي من الخيال. أنا كمان أول شي ما صدقت. بس بعد كل شي صار اليوم بعد ما شفته وكنت قريبة منه كتير عشقته. شو عم بيصير؟ هاتوا لشوف. ولا شي. كنا هيك عم نحكي شوي. جانسو كل ما راحت على النادي عم تنفعل أكتر وأكتر كمان. مزبوط. أنا بحب ألعب رياضة أصلاً.
الإعلانات حية؟ صباح الخير. أي كيف أحوال الإعلانات معك؟ عم تقدري تلاقي زباين لأمي؟ والله ما بعرف، يعني في كذا بنت سأل. شي حلو إذا عم بعمل شي. ما تضغطي على حالك، الزباين بدهم وقت، بس طالعة حلوة كتير فيهم. شكرا كتير. باي. مع السلامة. كان عندي جواب. أنا نسيت اللي حكيته امبارح، وأنتي كمان انسي اللي قلته، بس أخذت على خاطري لما شفتك عم تحكي مع هداك الشاب. بس هيك رح نتعرف على بعض. أنتي لازم تخطي اتجاهي خطوة، وأنا رح بركض لعندي. بدي اتذكر. هلا لو اقفل الابواب ودوس على البنزين ونروح، شو بتعملي؟ كيف فيكي توقفيني؟ بلا سخافة امير. لا تخافي، ما نسيت لسه انك ما بتحبيني. أمير وقف. قلت لك لا تخافي. أمير قلت لك وقف لو سمحت. أنا وياك ما فينا نعمل مشروع، أنا وياك ما رح نقدر نعمل شيء، حتى لو ضليت ما رح أشتغل معك. أمير أنا كتير تعباني، إذا بتريد تاخدني من هون بالبيت الخشبي، أنا عم بنتهي. Thank you.
سمير انت اجيت؟ هاندا يلا. ليكي امك وكوراي كلهم مشغول بالون عليكي، يلا نروح. انت انت ما تشغل بالك يا امير، هاندا يلا. بتعرف انا ما كنت مفيدة لحدا، كوراي وامي نيلاي. امير امير انت الوحيد يلي تلفنت لك، بس انت اللي تلفنت لك يا امير. هاندا يلا بلا ما هلا نحكي شي، بالطريق بنحكي. يلا ماشي، لاخذ اغراضي من جوا. انتي سكراني هلا، اعطيني مفاتيحك لسوق السياره بعدين بخليهم يجيبوا سيارتي. يلا سامحتني هاندا، مو هلا منحكي بعدين. كنت اكرهها لفريحة كتير، كانت ساحرتك. هي دائما بريئة، هي متميزة، هي حلوة. كنت سكرانة كتير، ما كنت عارفانة شو عم بعمل، بس كنت بعرف الشغلات التانية اللي عملتها. وبخصوص قصة المجلة ما فيك انت تحاسبني، لأني أنا عن جد شفتهم وقتها، ظنيت إنه في شي بيناتهم هن الاثنين. أنا يلي خليتهم يلقطوا لهم الصور لحتى تشوف انت كل شي. شو؟ شو عملتي؟ انت يلي خليتيهم يصوروا؟ أمير أنا إذا كوراي سامحني، أنت ليش مانك عم تسامحني مثله؟ هاندا ما عم بستوعب، أنت كمان سويتي هيك؟ أمير إذا بتريد سامحني، أمير بترجاك تسامحني، سامحني.
مخيف، وإثر هذا الحادث فقد حياته أمير صراف أغلو بن رجل الأعمال منال صراف أغلو، وأيضا الشابة هاندا ابنة رجل الأعمال عدنان نزلغاي. وقد انتشر الخبر بين الصحف قبل صدور بلاغ رسمي بالحادث، وهكذا توفي الشابان أمير هاندا إثر الحادث.